للحديث عن تصريحات مستشار الأمن القومي الحالي ودعواته بعودة اللاجئين والمهاجرين العراقيين، معنا من برلين السيد علي الشعلان الكاتب والناشط السياسي. أستاذ علي الشعلان، بداية مرحبا بكم. يعني إذا كان العراقيون يتطلعون للهجرة خارج العراق نتيجة الأوضاع التي في الداخل من فساد، لا يوجد أمل، لا يوجد مستقبل للشباب، أوضاع منتهية، بنى خدمية منتهية، يعني كيف للأعرجي أن يطالب بعودة المهاجرين إلى العراق في ضوء كل هذه الأوضاع التي منذ 20 سنة والعراقيون يعانون منها؟ نعم، مساء الخير جنابك الكريم والقناتكم الموقرة، جماهيركم قناتكم الموقرة أيضا. بالتأكيد السيد الأعرجي يحاول تلميع صورة الأحزاب. يعني هو نعرف السيد الأعرجي منتمي إلى بدر، ورجل جاي من ميليشيا عاشت كل سنينها، هم يسمون نضال الجهاد في الدولة المارقة إيران. يعني هؤلاء أخي مجموعة، صراحة عملاء مجموعة لصوص. يعني اليوم هم يحاولون تلميع أحزابهم، تلميع ميليشياتهم السائبة في بغداد، يحاولون يكذبون على الشعب العراقي. يعني من 20 سنة إلى هذا اليوم احنا نعيش نفس الدوامة، بنية تحتية ما عندنا، مدارس ما عندنا، مستشفيات ما عندنا. للأسف العراق غني جدا، عنده إمكانيات من النفط والغاز، وللأسف مجموعة من الأحزاب الفاسدة سيطر على هذه الموارد وسرقت نفط الشعب العراقي. فهذا يعني نسمع من السيد الأعرجي، نسمع من العري، ونسمع من كل هذه الشرذمة اللي تدور في فلك العراق. نعم، هذا التلميع مثل ما يعني وصفته أستاذ علي الشعلان، يعني من على الأقل ينبغي أن يستند إلى مؤسسات، دولة مؤسسات قادرة أن تحوي أو أن تستقطب أو أن تسترجع العراقيين المهاجرين الذين اعتادوا على بيئة متطورة، بيئة نظيفة، اعتادوا على بنيان، اعتادوا على مستقبل، اعتادوا على شعور بالأمن والأمان. حقوق الإنسان إذا كانت مفقودة في ظل فوضى السلاح، في ظل انتشار الميليشيات وفرض الأمر الواقع بالقوة، أخذ الإتاوات من القطاع الخاص ومن أي متنفس ربما ينهض بالعراق، في هذه الحالة هذا التلميع الغير مستند على حقائق ملموسة، كيف يقنع الشعب العراقي؟ يعني هو بالتأكيد الشعب العراقي اكتشف هذه الكذوبة، كذوبة الأحزاب. يعني الشعب العراقي عاش مع هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة 20 عام. يعني اليوم بالفعل مثل ما جنابك تفضلت، اليوم الفقر، اليوم عندنا الأمية، عندنا 10 ملايين طفل مشرد، عندنا بنية تحتية لا توجد، شوارع، يعني حتى الشوارع هي من زمن النظام السابق، وحتى هذه الجسور كلها من زمن النظام السابق. هم اجوا. نعم سيد علي، تسمعني؟ سيد علي تسمعني الآن؟ ذهب الصوت، سنعاود الاتصال بك سيد علي مرة أخرى. إذن بالعودة إلى الأستاذ علي الشعلان الكاتب والناشط السياسي، الحديث عن تصريحات مستشار الأمن القومي الحالي ودعواته بعودة اللاجئين والمهاجرين العراقيين. سيد علي تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك بوضوح. نحن نريد أن نسأل هذا السؤال المهم طبعا، وهو سؤال جوهري ومحوري، يعني متعلق به آمال يعني ربما نصف العراقيين أو أكثر. لماذا الأعرجي وقوى السلطة والحكومة لا تنهي ملف المهجرين والمبعدين عن بيوتهم، عن مدنهم، عن قراهم، أو عن أقضيتهم كما هو في جرف الصخر أولا، ثم تدعو بعد ذلك العراقيين الذين هم في الخارج، الموجودين في الخارج، المتنعمين بالحياة الإنسانية والمتنعمين بالنظافة والهدوء والتنظيم، ثم تدعوهم مرة أخرى للعودة إلى العراق؟ نعم شكرا لحضرتك، سؤال جيد جدا. طبعا بالمناسبة بعد استلام السيد السوداني تشكيل الحكومة في العراق،
أصدر قانون التدقيق، التدقيق العام للملفات للمحافظات اللي موجودة. يعني إحنا عندنا 770 ألف مهجر من مناطقنا الغربية وفي الموصل مهجرين في كردستان العراق، وعندنا هناك 27 مخيم موجودة أيضا في كردستان العراق. سيد السوداني من ضمن كان البرنامج الوزاري هو كان التدقيق، وللأسف إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع كثير. يعني هناك أخي، هناك ميليشيات، هناك كتائب حزب الله الإرهابية، هناك عصائب أهل الحق الإرهابية، هناك كثير من الأسماء الميليشيات اللي تدور في فلك العراق ويحميها الدولة المارقة إيران. السيد السوداني لا يستطيع، يعني حتى قبل أسبوع يعني توجه الدعوة للسيد السوداني أنه يزور جرف الصخر، ما استطاع حتى يطلع في الإعلام ويرد على هذه الدعوة أنه هل بإمكانه وهي منطقة عراقية يعني صرف 100%. ما طلع السيد السوداني وقال أنه باستطاعته يذهب إلى جرف الصخر أو لا. للأسف يعني هناك عصابات، هناك ميليشيات تدور في فلك العراق تحميها الدولة المارقة إيران، لا يستطيع اليوم هناك في جرف الصخر حتى مصانع للصواريخ. هناك هذه كل المعلومات الآن تجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية عندها حسابات نحو هذا الوضع اللي يصير في جرف الصخر. والسفيرة الأمريكية تحدثت مع السيد السوداني، وكثير هناك من القادة المكون السني أيضا دا يحاولون يضغطون على الحكومة. حتى اليوم عندما نسمع أكو تأخير للموازنة حتى نخلص من مسألة المهجرين. يعني هذا التدقيق الأمني اللي تحدث فيه السيد السوداني، للأسف احنا حذرنا من عنده. هناك ميليشيات ترفض التدقيق، هو صار حتى كلام السيد رئيس الوزراء اليوم ما يأخذ بنظر الاعتبار، لسبب هناك ميليشيات سائبة تدور في فلك العراق، في مناطقنا الغربية، في الموصل، في الرمادي، في البلوجة. يجب على السيد السوداني إيقاف هذه الميليشيات، يجب كبح جماح هذه الميليشيات وعودة أهلنا في المناطق الغربية وفي الموصل إلى ديارهم معززين مكرمين، لأن هؤلاء عراقيين. وعلى السيد السوداني يعني الشيمة العربية، يعني هذولا هم نبتة العراق في المناطق الغربية. أخي اسمح لي بس في هالكلمة، المناطق الغربية، المناطق سهل نينوى، الموصل الغربية، هذولا هم منبع العروبة في العراق. فعلى السيد السوداني بالفعل كبح جماح هذه العصابات والميليشيات وعودة أهالينا وعشائرنا اللي موجودة في كل مكان العراق. شكرا لك سيد علي الشعلان الكاتب والناشط السياسي.